بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في linkyou.ca وفي قناة الهجرة والحياة في كندا. في البداية طبعا زي ما نطلب منكم أن أنتم تشتركوا في القناة هذه وتضغطوا زر الجرس. القناة مفيدة وفيها معلومات مفيدة جدا، فيها أسبوعيات عربي في كندا، وفيها أسئلة وأجوبة مع مستشارين في الهجرة الكندية، وفيها نصائح للقادمين الجدد وأيضا نصائح للناوين القدوم إلى كندا. وكذلك أيضا بنعمل فيها مقابلات مع عدة كنديين من الجنسيات العربية واليمنية، وبناخذ نصايحهم واشياء من النصايح المفيده اللي يجيبوها للناويين القدوم الى كندا او المتواجدين في كندا. كذلك ايضا في عندنا قنوات اخرى هنا على الجانب الايمن، تشوفوا اول يوتيوب شانلز، فيها لكل قناه لها فائده معينه. فيها هنا طبعا هذه نفس الهجره والحياه في كندا بس باللغه الانجليزيه، وهنا عندك يمن كرايسيس عن المأساة في اليمن، وهنا طبعا حق الجيمينجز والالعاب، وهنا عندنا النادي اليمني، وهنا مباشر من تورونتو، واشياء وقنوات مفيده جدا. نطلب منكم ان انتم تنشروا القناه هذه بقدر المستطاع، وان انتم تشتركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس عشان يوصل لكم دائما كل مفيد وكل شيء من الاشياء المفيده اللي دائما نحطها. ودائما هذه كلها الاشياء بنحطها بطلب من الناس او المشتركين معانا في القناه. اي حاجه تحتاجوها او اي فيديو تحبوا ان احنا نشرحه اطلبوه وان شاء الله بنشرح لكم. اليوم الموضوع مهم جدا، وانا متاكد انا عارف انه الكل يعني او نسبه كبيره من الناس بيحاولوا انهم باي طريقه من الطرق انهم يوصلوا لكندا. وزي ما شرحنا لكم الطرق الوصول الى كندا مختلفة جدا، منها الاكسبرس انتري اللي هي المهارات، ومنها الاستثمار، وهذه من الاشياء الرسمية المهمة، وطبعا ايضا من الاشياء المهمة الذي هي الدراسة. طبعا الان بالنسبة لبعض الجنسيات مثلا السورية واليمنية والعراقية وشيء زي كذا، ايش اللي بيحصل؟ لانه الناس كلهم بيجوا لكندا على اساس انهم كطلاب وشيء، وبعدين يرجعوا يقدموا لجوء، فبتقل نسبة قبول هذول الأشخاص إنهم يحصلوا على فيزا الطالب. فالطريقة الثانية الحلوة الذي ممكن تستفيدوا منها هي إنه كيف إنك تحصل على منحة دراسية من منظمات كندية هنا في كندا، بتجيب منح طبعا للناس اللي بيحاولوا إنهم يقدموا كدراسة هنا في كندا وهم متواجدين في كندا وبيحاولوا انهم يدرسوا ولكن ظروفهم الماديه ما تسمحش في منح دراسيه، وكذلك ايضا للناس اللي ناويين يجوا من الدول الاخرى. وطبعا اذا انت بتقدم من دوله اخرى بتقدم على المنح الدراسيه هنا، فايش اللي بيصير؟ طبعا لما تقدم كمنحه وخلاص الجامعه انها بتكفل كل رسومك كمنحه دراسيه، فانت لما تقدم على فيزا الطالب وتثبت للحكومه الكنديه او لانه طبعا التقديم هو بيكون عبر موقع وزاره الهجره الكنديه cic.gc.ca، فلما تقدم كل الملفات وتثبت لهم انه في عندك منحه دراسيه، فخلاص يعني الحكومه الكنديه بتشوف انه انت مقدم وعندك يعني جهه معينه بتكفل كل رسومك الدراسيه ومعيشتك. فهذه هي معنى المنحه الدراسيه، لانه بعض المنح الدراسيه بتكون بتكفل كل شيء، بعضهم بتكفل بس رسوم الدراسه وشيء كذا. فانت لما تقدم ايش المانع ان الحكومه الكنديه تجيب لك فيزا الطالب؟ لانه خلاص هم عارفين انه في جهه معينه بتدفع كل رسوم معيشتك او رسوم الدراسيه. فالموضوع هذا مهم جدا، وان شاء الله تحاول تنشر الفيديو هذا لكل اصحابكم على اساس انهم يستفيدوا ويقدموا في المنح الدراسيه هذه. طبعا زي ما اقول لكم ندخل على موقع جوجل ونبحث على كلمتين اللي هي المنح في كندا، scholarship. طبعا يمكن الاملاء يكون غلط بس بحاول ان انا اكتبها كذا، وهو طبعا جوجل بيصحح. scholarship كندا، تمام. اول موقع من المواقع المهمه هو scholarshipcanada.com. تدخل نفتح الموقع هذا على جنب. طبعا كل المواقع هذه الموجوده كلها باللغه الانجليزيه، اكيد اذا انت بتقدم لمنحه دراسيه ضروري يكون عندك على الاقل لغه انجليزيه. ما انا عارف اذا في منح معينه بتكون للاشخاص اللي ما عندهم لغه انجليزيه، ولكنه زي ما قلنا لكم اذا انت حاب ترجم الموقع هذا كله بالعربي تجي لهنا وتدخل تبحث على جوجل ترانسليتر، او مثلا تكتب مثلا مترجم جوجل، نكتبه بالعربي، ها مترجم جوجل
هذا هو الثاني هذا، تضغط عليه وزي ما قلنا لكم تأخذ الموقع هذا أو الرابط تبع الموقع وتجي للمترجم، ترجع للمترجم وتحطه هنا وتكتب إن أنت تترجم الموقع إلى عربي، تدخل عليه على طول يترجم لك الموقع إلى عربي. وطبعا إذا شفت أي ترجمة بتشوفها إنها غلط أو شيء زي كذا ممكن إنك تضغط عليها وتصحح أو تطلب تشوفها. لما تجي تترجم هنا أو تضغط في كلمة هنا contribute to a better translation، تضغط عليها وتقول لهم إيش الترجمة الصح لهذه الجملة إذا شفتها غير صحيحة، إذا أنت من الأشخاص اللي يعرفون اللغة الإنجليزية. فهذه شوف طبعا الموقع كامل باللغة العربية. كامل الموقع باللغة العربية. ففي عندك هنا منح دراسية بألف دولار، هنا بخمسة ألف، هنا بعشرين ألف وأشياء زي كذا. هذه كل المعلومات عن التقديم عبر هذا الموقع اللي هو scholarshipcanada.com scholarshipcanada.com. طبعا إذا تشيب الإنجليزي هنا، إذا تشيب العربي زي ما قلنا لكم هنا، تدخل مثلا تكتب هنا تخصصك أو نوعية تخصصك. مثلا أنت عايز تدرس مثلا بيزنس اللي هي تجارة، تضغط عليه وهنا المنح اللي هي للتجارة. طبعا ما ترجمهاش بالعربي هذه كامل. فهذه بعض هذه جامعة بتقدم منحة بخمسة ألف دولار، هنا بخمسمائة دولار، هنا أيضا واحدة ثانية بخمسة ألف دولار وبسبعمائة وخمسين، وكل جامعة مختلفة وكل تخصص مختلف. أنت إذا أنت الشيء تدخل للتفاصيل حق الجامعة هذه مثلا تقدم بخمسة ألف دولار، تضغط عليها وتدخل وتشوف هذه التفاصيل كامل عن اسم الجامعة للهاوسي والدونر منو المتبرع، هي بنك رويال بنك، واخذ يوم للتقديم والاشياء والمبلغ وكل شيء من هذا القبيل. وطبعا في حال على اساس انك تشتري تفاصيل عن المنحه هذه ممكن انك تنشئ حساب جديد ساين نيو اكاونت مجاني، بيجيب لك كل التفاصيل عن المنحه هذه وعن طريقه تقديمها وكل شيء. هذا طبعا احد المواقع اللي زي ما قلنا لكم، هذا العرض تبعه بالانجليزي كامل. الان نشوف المواقع الثانيه اللي طلعت لنا سكولرشيب كندا. نقول اوكي هذا، شوف هذا من المواقع المعروفه الذي انا اعرفها. انا دكتور مثلا اي ام كوليج، او اي ام مثلا خريج كليه او خريج ثانويه او شيء زي كذا، وببحث على منحه مثلا في كندا او في امريكا او في الجهتين، تمام. وايضا هنا اذا في عندك شيء تفتح موضوع او تطرح موضوع على اساس تلقى ردود من ناس ثانيه. وطبعا كل هذا بيجي من فين؟ بيجي لهم من الدونرز اللي هم المتبرعين. هذا احد المتبرعين سكوشا بانك، وعندك سي اي بي سي وعده جهات اخرى تتبرع بالمنحه الدراسيه هذه. مثلا انت خريج مثلا ثانويه، تمام، وتدور منحه مثلا في كندا، نضغط على هذه. هنا بيطلب منك ايش؟ اسم المستخدم وكلمات السر. ضروري ايضا تكون انك مسجل معهم في الموقع هذا. هنا طبعا اذا انت غير مسجل تقدر، يعني اذا مسجل تحط هنا، اذا انت مسجل جديد تجي لهنا وتحط مثلا اسمك، تاريخ الميلاد، الجنس، والمعلومات اللي هي عن الدراسة، ايش التخصص اللي عايز تدرسه والاشياء هذه، والسنة اللي تشي تبدأ فيها، ومتى عايز انك مثلا تتخرج او شيء زي كذا. طيب وتحنا وعلى طول تدخل، وزي ما قلنا لكم اول ما تدخل للموقع هذا بيجيب لك كل المنح الموجودة، زي الموقع الآخر بيجيب لك كل المنح الموجودة، وتدخل وتشوف منحة كل منحة لحالها وتفاصيل التقديم من وإلى. نشوف المواقع الأخرى الموثوقة. طبعا هذا أحد الوزارات هنا في كندا تبع الحكومة الكندية. هنا بتشوف المنح للكنديين وهذا للغير كنديين. تدخل تشوف المنح المعروضة هنا. طبعا زي ما قلنا لكم تقدر تترجم الموقع هذا كامل إلى عربي. هذه تفاصيل المنح والتفاصيل والمعلومات عن أي جهة تقدر أو أي دولة تقدر تقدم على هذا المنح المتواجدة هنا في كندا.
وطبعا هذا احد المواقع الاخرى اللي هو ترودو فاونديشن. لو تجي تشوف البرامج الموجوده والمنح هذه بالنسبه لمنح الدكتوراه اللي هي دكتوراه سكولرشيب، وهذه طبعا منح للفولوشيب تبع الريسيرش الباحثين وما باحثين. طبعا نشوف ذا كومبيتيشن هي زي التحدي هنا، وهذا الايميل اللي تقدر تتواصل معهم اذا انت حابب انك تدخل في المسابقه هذه او التحدي لمنحه السكولرشيب تبع الدكتوراه او البحوث او المنتورشيب او الاشياء هذه الموجوده هنا. شوف كل شيء موجود هنا، كل البرامج هذه او المنح موجوده هنا. هذه بالنسبه للباحثين والدكتوراه بيفهموا هذا الشيء اكثر. وهذه ايضا منظمه اخرى باسم الملكه اليزابيث. هنا تضغط على connect to the scholars المانحين. هذه كل الجامعات المشتركه معهم هذا في الموقع هذا، وتفاصيل المنح والاشياء هذه اللي بيقدموها والمتعاقدين مع هذه كوين اليزابيث مع هذا الموقع. كذلك ايضا معنا هذا الموقع الذي هو في الانترناشونال undergraduate scholarships. هذه طبعا منح معينه لكل جهه، مثلا هذه ليزر بي بيرسون انترناشونال سكولرشيب، وهذه هامبر كولج احد الكليات الموجوده المعروفه هنا في تورونتو، وعندك جامعه يورك يونيفرسيتي. طبعا كل جامعه تختلف عن نوعيه المنح اللي تقدمها. فهذه بعض الجامعات، عندك هذه يونيفرسيتي اوف يورك من اقوى الجامعات هنا في كندا، وعندك هنا يونيفرسيتي بريتش كولومبيا ايضا من اقوى الجامعات في فانكوفر او على مستوى كندا، وعندك كيرلتون يونيفرسيتيز. هذا بالنسبه للمنح تبع البكالوريوس، وهذا انترناشونال جرادويت هذه المنح تبع الماجستير والماجستير والاشياء هذه. طبعا هذه احد المواقع زي ما قلنا لكم، يورك يونيفرسيتي جامعه يورك هنا في كندا. كل التفاصيل موجوده هنا، والاليجيبيليتي والمبلغ كم هو الاورد هنا، حدود 80,000 قسمت 20,000 على 4 سنوات، وهنا 140,000 بالنسبه للطلبه اللي هم الدوليين 140,000. وعندك هنا متى اخر يوم للتقديم والاشياء هذه، كل التفاصيل تحصلوها هنا. هذه طبعا اعتقد انها قديمه لان بيقول لك application are currently closed، بس زي ما قلنا لكم تدخلوا على الموقع تبع يورك هذا هو future student funding مثلا هنا في هذا الموقع، وحتدخل على جامعه يورك وتشوف المنح الموجوده. زي ما قلنا لكم اي جامعه هنا في كندا طبعا بتقدم منح دراسيه، يعني مش كل الجامعات، يعتمد. فلو تدخل تشوف الجامعه اللي حاب تدرس فيها وتشوف ايش المنح اللي بتقدمها وحاول انك تقدم، ليش لا. في عندك هنا يونيفرسيتي بريتش كولومبيا طبعا من اقوى الجامعات في العالم وفي كندا، وهذا تبع موضوع الانترناشونال ستودنتس الطلبه الدوليين، وتدخل على تقديم على المنحه معهم، المنحه الموجوده معهم، تدخل تعبي المنحه وتقدم، ليش لا. فحاول يعني حاول هنا في هذه الجامعة في الجامعة الأخرى، فهذه فرصة يعني رائعة جدا إنك تدخل وتعيش في كندا وتدرس في كندا على حساب الجامعات هذه. هاي طبعا زي ما قلنا لكم يورك، أول ما ضغطت عليها طلع لي هنا طبعا المنح من International Applicant، هذا المنح المتواجدة حاليا عندك 3000 2000 14000، وهذه طبعا زي ما قلنا لكم للماجستير والدكتوراه. وهذا طبعا في موقع الحكومة الكندية أيضا، بعض الطرق لتقديم المنح International Business Scholarships، International Development Research حق البحوث حق الأشياء هذه، كل أنواع المنح المقدمة للناس المتواجدين هنا في كندا، أيضا للناس اللي حابين يدخلوا كندا يدرسوا أيضا موجود هنا في موقع الحكومة الكندية تبع المنح. التفاصيل كلها موجودة هنا، اضغط على اي برنامج بيطلع لك كل التفاصيل. ايضا معنا هذا الموقع بيقول لك كيف طريقه التقديم على المنح او المنح والاشياء هذه، ما هي الخطوات اللي تتبعها. هذه بعض ايضا المواقع الموجوده للتقديم على منح، منها بعض المواقع اللي قد ذكرناها مسبقا اوريدي تبع الكوين اليزابيث ذكرناها، هذا ذكرناه. هذه تقدم مثلا 50,000 في السنه. فهذه كلها مواقع تساعد انك تقدم على منحه دراسيه الى كندا، او انك اذا انت مقيم هنا في كندا بتحاول انك تحصل على منحه دراسيه. فهذا المواقع اللي ذكرناها لكم انا ان شاء الله بحاول احطها الروابط تبعها في اسفل الفيديو هذا، وان شاء الله باذن الله اذا في اي تفاصيل عايزين ان اشرحها اكثر بالنسبه للمنحه الدراسيه واي شيء، فان شاء الله زي ما قلنا لكم حاولوا ان انتم تشتركوا في القناه
تضغطوا على زر الجرس وتشاركوا أيضا في القناة وفي المواضيع. ممكن تدخلوا على قناة على خانة الكوميونتي هذه وتحطوا مواضيعكم أو أسئلتكم أو شيء زي كذا، وإن شاء الله بنحاول نحن نرد عليها ونساهم في وضع فيديوهات مفيدة، وإن شاء الله تكون مفيدة للجميع. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.